مرحبا اصدقائي، معكم ياسين قمر. رجعت لكم مقطع جديد. بهذا المقطع جبت لكم مخططات حربية واسطورية للتاون هول ليفل 14. نعم يا غوالي، التاون هول الجديد هلا يعني بكون كثير مهم بهالفترة، فلهيك انا محاول نزل اكثر شيء المخططات عنه تكون، ويعني هلا مخططات حربية كونه نحن نزلنا يعني لكل الانواع يعني بالمخططات للتاون هول ليفل 14، موارد كمان كؤوس وكمان للحرب، بس الحرب يعني بتضلها مهمة، عرفتوا كيف؟ فلهيك هلا انا نزلت فيديو عنا للحرب كمان، يعني معلش ما بضر انه نحاول نجدد المخططات، لانه يا غوالي اسا يعني ما توصلنا لافضل المخططات للتاون هول ليفل 14. يعني انا بحاول هيك كل ما اشوف تصاميم كويسة فورا ننزل عنا، لانه فعلا يعني لازم نتوصل للمخططات الاحسن الافضل تكون للتاون هول 14 فعلا، لانه يعني مانا ما تاخد حقك قوي اذا انت صديقي بتكون محترف بالتعديل عليها وفعلا بتعمل مخطط شي مرتب يعني، فخلص بصير صعب ينمسح كتير، لانه تاون هول كتير قوية هاي. اما هلق يعني المخططات مانا ما تكون دائما قوية، في بعضها منيح اللي هلا انا ملاقيها بس اسا بيطلع احسن بالمستقبل، لكن انا دائما كل ما بتطلع مخططات جديدة نصور فورا عنا فيديو، ويلا خليكم مع المقطع. خلونا ننتقل لأول مخطط يا اساطير. هون مثل ما كنتم شايفين عنا التاون هول مدفعيه نصر بجهه وحده، وهي الحركه يا صديقي يعني ما تعودناها بخطه مدفعيه نصر والتاون هول، بس هون الهدف منها انه يخلوا لك المهاجم يهجم عليك من هون هجمه شامله، مثل ما انك شايف عندك مدفعيه نصر واللي هي دفاع ضروري انت يعني انك تدمره، لانه فورا بتقتلك جنودك مصيبه اذا ما دمرتها بسرعه، وعندك هون صديقي التاون هول واللي هي انت بدك تدمره مشان تاخذ نجمه اجباري، يعني بدك تدمرين هي وياها اجباري مدفعيه نصر والتاون هول، فلهيك يعني محاولين هون يخلون قريبات من بعض مشان يخلوا المهاجم يعمل هجمه واسعه، وفعلا بجوز يدمرين يعني بهجمه هيك واسعه، واذا عرف كيف يبلشها، بس الفكره انه اذا رح يكون قادر يدمر الدفاع اللي ورا، عنده هون اكس بو ما حسب حسابه، وعنده الانفيرنا وعنده المنجنيق، كل هالشغلات اللي ورا يعني بدها تصير مصيبه انه يدمرها، واذا حتى هجم من جهه ثانيه فبكون بعد عم مدفعيه نصر وفشلت هجمته، يعني هون الخطه بتعتمد على قوه الدفاع بهي الارض، وفعلا كمان التصميم منتشر اجباري هاي الشيء لصالحك اكيد، وفي قوه دفاعيه جباره مثل ما قلنا بهذا التصميم، بالاضافه لها مواقع الابطال اللي هي ممتازه تعتبر، لاحظ لك كيف مواقع الابطال يا صديقي، وهون عندك كمان المضادات من الدفاع الجوي ممتاز، الدفاع الارضي ممتاز كمان، فيعني كل هالشغلات لصالحك. وكمان لا تنسى مثل ما قلت لك انه يعني هون ما يحاول يعملوا تكتيك مشان يخلوا لك المهاجم يهجم من هون وتفشل هجمته. هذا التصميم يا غوالي مثل ما كنتم شايفين التصميم رقم 2 عجبني كتير الصراحة، لأنه في خطة مدفعيه نصر والتاون هول بس بشكل جديد، لاحظوا هون كيف الأرض يعني صار من هون من آخرتها لأولتها هيك، وبعدين هون على الجوانب عندك مدفعيه نصر والتاون هول، شيء ممتاز يا صديقي فعلا، هذا الشيء عجبني كتير، لاحظوا هيك هالحركة، يعني أنت ما عاد تعرف منين بدك تهجم لأنه بدك تدمرين اثنيناتين، ما عاد تعرف حتى كيف بدك تلحق تمسح كل هالأرض، يعني كيف جنودك هيك رح يروح على الاتجاه اللي انت بدك اياه، لانه كلها في اتجاهات، مثلا اذا انت بدك تهجم من هون على اي اتجاه رح يروحوا هيك ولا هيك، ولا رح يكفوا من مدفعيه نصر، ارض مانا سهله ابدا ومنتشره كثير هاي الارض، كثير عجبتنا مشان هلق يا اصدقائي يعني انتم تعرفوا رايي عرفتوا كي هلق، كمان بس نشوف بقيه المخططات نشوف يا هل ترى في هيك اراضي قويه كمان، عندكم المخطط رقم 1 كان كمان مانو سهل، بس هذا كمان يعني في فكره ملعوب عليا بالتاون هول ليفل 13، فلهيك صاير الموضوع انه فعلا مفيد وقوي هذا التصميم، مثل ما انك شايف يا صديق التسلا مواقع ممتازه صارت عند التقاطعات هوني، عندك هون الافخاخ يا الهي الافخاخ الجويه يعني تشتغل شغل هون جبار، عندك الانفيرنو عندك الابطال كمان المنجنيق، لاحظ ليه التناسق بوضع الدفاعات، هي الشيء اللي بخلي الارض اقوى كمان، لانه هون عندك في تساوي بالقوه بكل الجهات، عندك هون عندك هون هون كمان، عندك الاكسبو مواقع ممتازه، لاحظ لي صديقي كيف عند التقاطعات، ونفس الشيء التسلا بكون حامل اكسبو، فكل هالشغلات يعني بتخلي هذا التصميم فعلا قوي بمعنى الكلمه، لاحظ لي كمان كيف الدفاعات الثانويه صايره على الاطراف كلها، من وين محطوط جنودك اكلين ضرب،
ما في مجال، يعني هاي الحركة اللي أنا حبيتها. بالإضافة كمان للكناسات الجوية صديقي، مثل ما أنك شايف بيشتغلوا عكس بعض، واحدة من هون وواحدة من هون، مشان إذا هجمت من وين مكان أنت بحيث توصل لكل شيء، فتكون الكناسات الجوية ما تشتغل ضدك بهالحركة، وهي الشيء أنا أكيد لصالحك كتير وبيخلي التصميم قوي بشكل مو طبيعي. تصميم رقم 3 مثل ما كنتم شايفين يا اساطير، هذا التصميم يعني تقريبا فكرته كتير شبيهه بالتاون هول 13، ونفسه يعني خطه مدفعيه نصر والتاون هول، ونفسها الخطه اللي شفناها بالمخطط رقم 2 من شوي، بس هون يا صديقي نفس الفكره، يعني ما في تغيير لانه نفس تصميم الارض اللي بيتبع على هالفكره كان بالتاون هول 13، فلهيك يعني حس ما في تغير هيك كتير، بس بضله مخطط قوي لانه يعتبر يعني مثل التاون هول 13 هلا، وإسا في ليفل وتطور بالدفاعات يعني ليفلات اقوى، فاكيد بده يكون اقوى من التاون هول 13 يعني. بس انه الفكره يا صديقي انه نجيب تصاميم جديده، مثلا التصميم رقم 2 مثل ما شفته كان شيء حلو، هذا التصميم ممتاز كمان، بس يعني انه الافكار الجديده دائما بتلبك المهاجم، لانه هلا اكيد اي شخص بده يوصل على التاون هول ليفل 14 رح يكون بيعرف كيف يمسح تاون هول ليفل 13، فلكن يعني انت بدك تجيب افكار جديده دائما، انه شيء يعني يكون مفاجئ له، ما يعرف كيف بده يتصرف هيك معه، اما هيك تصميم بظن انه يعرفوا كيف يتعاملوا معه يا صديقي، فهي رايي يعني. بس انا شفت هذا التصميم لانه يعتبر كمان من التصاميم الشبيهه بالتاون هول 13، انه ما انه سيء، عرفت كيف يا صديقي، بس كمان التصاميم الافضل مو هي هي، لسه يعني بيلتقي احسن منها، بجوز حتى بالمستقبل اللي نلاقي احسن من المخطط رقم 2، وانا هي اللي متوقعه يعني اكيد، لانه العالم بدها تشتغل على هالموضوع مشان تعطي قوة التاون هول 14 يعني الحقيقية بالمخططات عن جد. مخطط رقم 4 يا اساطير مثل ما كنتم شايفين هوني، عجبتني حركة التسلا، لاحظوا هون كيف في 4 تسلا هوني يا صديقي، في كمان تباعد بين مدفعية نصر والتاون هول، وهالشي بحقق خطة مدفعية نصر والتاون هول، وهي كمان شيء كتير كويس ولصالحنا. هون عندك كمان الشي اللي عجبنا فيه شوي اختلاف تصميم السور يعني، فهذا المخطط يعني يعتبر كمان قوي ما انه سهل، مثل ما انك شايف في اختلاف تصميم السور انا ما شفت من قبل تاون هول 13 هيك، مع اني كتير شفت مخططات لها، بس يعني هالاختلاف هذا هالشكل الغريب هيك يعني فعلا عامل التصميم موتر هلق لك هيك، انت اول بتطلع عليه بتحس انه فعلا غريب من وين بدك تهجم، يعني ما بتعرف من وين انت بدك تبلش اصلا هجوم، فهي شيء يعني فعلا لصالحك يا صديقي لما بتستعمل هالتصميم، وعندك مثل ما قلنا التصميم رقم 2 يعني هذا الافضل لهلق عندي بعد ما شفنا كل هالمخططات، ولسه باقي لنا التصميم رقم 5، يا هل ترى هيك معقول يغير راينا برايكم ولا لا؟ يعني انا احس انه هلا هذا المخطط يعني كويس مثل ما انتم شايفين احسن من البقيه، بس 2 الافضل لهلا حسه. خلونا نشوف المخطط رقم 5، مثل ما انتم شايفين هذا المخطط يعني عندنا هون مدفعية نصر والتاون هول في شوي مسافه بيناتهم، وفعلا هالشيء بخليك يا صديق تتوتر، ما تعرف من وين بدك تجم، بس هالتصميم كمان يعني ما انه فكرته ما انا غريبه عن التاون هول 13 كثير، بس كمان بضله تصميم قوي مثل التصميم رقم 4. عندك هون صديقي الكناسات متشتغل عكس بعضك، عندك الانفيرنو والاكس بو كمان واقع ممتازي، ابراج القنابل، عندك هوني التاون هول يعني كمان موقعة انه صار عند المنجنيقة صديقي، وصار كمان قريبة على الابطال، فهي شيء يعني اسمانه ضعيف ابدا، انه بخلي التصميم كتير قوي، مثل ما انك شايف هون دفاعات الثانوي صار على الطرف كمان، فهذا المخطط كمان ما نضيف ابدا. بس اذا انتو بتسألوني عن رأيي يا اساطير فبقلكن انه المخطط رقم 2 هو احسن واحد بالنسبة لي، وانت بقى جربه فيكن تعدلوا عن المخططات، فيك يا صديقي كمان اذا ما عجبك هذا مثلا المخطط تجرب الكل عكيفك، بس تكون عادل بالحكم علي، اعطين اكتر من فرصة، ولازم تكون دفاعاتك قوية كمان ان انت مرقاهن، اذا بتضلك هيك ماكس فشي ممتاز هذا، ان هيك بتكون اختبرت الارض بقوتها الحقيقية، وكمان لازم تعطيش 3 هجمات مثل ما قلت لك مشان تكون عادل بالحكم عليها. وبس اصدقائي بكون وصلنا لنهاية الفيديو، مثل ما شفتوا هي كانوا كل المخططات، ولا تنسوا انه رابط نسخ تلاقوه تحت بالوصف، اي مخطط بيعجبك يا صديقي بس هو رابط النسخ تبعه، وبالنسخ عندك لعبة كلاش اوف كلانس من دون اي مشاكل ان شاء الله.
بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك، اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.